السلام عليكم، اهلا. جت بريب 2 جت مره تانية في الليسون 4 من يونت 1. جت البارت الاول في جت ليسون ووتر. جت هنتكلم النهارده شباب عن الووتر، تمام؟ وهو جت ليسون جت فيري فيري اتراكتيف. جت طبعا انا عارف ان انتوا فرحانين وخلصنا الدوشه بتاعت البريوديكال تيبل، وهو كان يعني البريوديكال تيبل كان الموضوع برضه سهل ولذيذ جدا فيه. طيب تعالوا ندخل النهارده نشوف الووتر. طبعا يعني اللي منكم تمام، يعني قرا حاجه عنه او خد حاجه فيه عارف الموضوع سهل جدا. ايه هي الووتر يا شباب؟ هنتكلم عن البروبرتيز بتاعت الووتر، ايه الكومبوزيشن اوف ووتر، وشويه معلومات عن الووتر. طبعا كلنا عارفين تمام ان الووتر ما نقدرش نعيش من غيرها، تمام؟ كل الليفنج اورجانيزم تمام بقت حياتها معتمده على الووتر، لدرجه اللي هي يعني بنقول ان الووتر اسينشال فور ليفنج اورجانيزم. كل ليفنج اورجانيزم بتاعتنا ما تقدرش تعيش من غيرها without water، تمام؟ كل العمليات الحيويه اللي بتتم في جسم الانسان بتبقى محتاجه الووتر، تمام؟ الووتر يا شباب فيها كمية بروبرتيز غريبة جدا عن أي ليكويد تاني. يعني مثلا كلنا عارفين إن الووتر دي بتتكون من 2 هيدروجين اتوم و1 أكسجين اتوم، تمام؟ طيب أنا هاجي أديك 2 هيدروجين اتوم وأديك أكسجين اتوم وأقول لك طيب ما تخد ادخل كده اعملهم لي، اعمل لي ووتر كده في المعمل. تقول لي لا والله أنا آسف فما أعرفش. أنتوا متخيلين لغاية دلوقتي محدش عرف تمام في العالم يعرف عرف يحضر ووتر في المعمل بكل التكنولوجي اللي العالم كله وصل لها، وطياراته ودباباته وفضاءه وعملنا كل حاجه في العالم، تمام؟ مش قادرين ان احنا نعمل ووتر مولكيول. ودي حاجه من الحاجات المعجزات اللي الموجوده في الووتر، وطبعا فيها حاجات تانية كتير جدا هنشوفها في الليسون ده. الووتر يا شباب من ضمن الحاجات برضو المهمه بالنسبه لنا الاجريكالتشرز فيلد، المجالات الزراعية تمام، والاندستريال فيلدز مجالات الصناعية. طبعا عارفين الووتر بيستخدم طبعا في الزراعة، عارفين ان هو بيستخدم في حاجات كتيرة جدا في مجالات الصناعية، تمام؟ وكمان للبيرسونال فيلدز، تمام؟ بجد الحاجات الشخصية بقى بتاعتنا، تمام؟ بنغسل بالووتر، تمام؟ بنمسح او بننظف حاجات بالووتر وهكذا. طيب عارفين برضو من ضمن الحاجات المهمة قوي في الووتر ان احنا مثلا البلد بتاع جسمنا نسبة كبيرة جدا منه، يعني تقريبا بتوصل 98% من الووتر. فالدرجة دي موضوع مهم جدا جدا جدا، وزي ما قلت لكم هو هيبقى فيري اتراكتيف بالنسبة لنا، هيبقى درس ان شاء الله وليسون ممتع جدا. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نشوف ايه هو الاستراكشر اوف ووتر، تمام؟ الووتر بتتكون من ايه؟ مش كلام جديد علينا خالص. الووتر عارفين اللي هي بتتكون من مولكيول من الاكسجين. بعد مولكيول من الاكسجين ده بيروح تمام قاعد يعمل بوند مع هيدروجين يمين وهيدروجين شمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب نوع البوند اللي الاكسجين بيكونها مع الهيدروجين ده او ده نوعها ايه؟ نوعها هنا كوفيلنت بوند وكوفيلنت بوند، اوكي؟ معلومه قديمه بالنسبه لنا عارفه. يبقى كده عندنا 1 اكسجين 1 اكسجين اتوم، تمام؟ هيبقى معاها 2 هيدروجين اتوم، واحده في الليفت وواحده في الرايت سايد، تمام؟ ونوع الباوند اللي ما بينهم هي كوفيلنت بوند، اوكي؟ طيب لو ايه يا شباب؟ لو ان ما بين التو سنجل كوفيلنت بوند، تمام؟ هنا عندنا قلنا سنجل كوفيلنت بوند وهنا سنجل كوفيلنت بوند، لو ان الانجل بتوين تو سنجل كوفيلنت بوند، واحده على اليمين واحده على الشمال، الانجل بتاعتهم 104.5، اوكي؟ دي ايه؟ واحده كده ايه من المعلومات اللي احنا بنقولها. طيب يبقى لغايه دلوقتي اللي احنا قلناه، قلنا ان الووتر مولكيول ده فورمد، تمام؟ عن طريق كومباينيشن من ال 1 اكسجين اتوم ويز 2 هيدروجين اتوم، وهما الاثنين بيكونوا 2 سنجل كوفيلنت بوند. مهم جدا يا جماعه 2 سنجل كوفيلنت بوند، تمام؟ ما حدش يجي يقول لي كوفيلنت بوند واحده، لا هما 2 سنجل كوفيلنت بوند زي ما احنا شفنا، واحده على اليمين وواحده على الشمال، تمام؟ والانجل ما بينهم هي 104، تمام؟ بوينت 5. طيب لغاية هنا الكلام ما فيهوش أي حاجة، تمام؟ ما فيش أي إيه معجزة حصلت. طيب تعالوا بقى نفتكر مع بعض شوية حاجات كده على الووتر، إحنا كنا خدناها في الجزء بتاع البريديكال تيبل لما كنا بنتكلم على الالكترونيجاتيفيتي. كنا خدنا الووتر ده از اكزامبل لحاجة اسمها بولر كومباوند، قلنا إن الووتر ده اسمه بولر كومباوند لو أنتوا فاكرين لما خدناه هو والأمونيا. كنا بنقول ان الووتر ده بولر كومباوند. طب يعني ايه اصلا بولر كومباوند؟ نفتكر كده بولر كومباوند مع بعض. كنا بنقول ان البولر كومباوند دوت
مركب يبقى اي كومباوند عنده تمام لازم يكون عنده كوفالنت بوند تمام او كوفالنت كومباوند. طيب قلنا تمام الووتر عندها كوفالنت بوند من هنا وكوفالنت بوند من هنا، لسه قايلين تو سنجل كوفالنت بوند، يبقى ديت اول حاجه. تاني حاجه عشان نقول على اي كومباوند اللي هو بولر كومباوند اللي هو كمان يبقى عنده ديفرنس about in electronegativity between two elements تمام. يعني ايه؟ يعني يكون لو عشان نقول على المايه ديت تمام او الوتر ديت هي بولر كومباوند، يكون الاكسجين اتوم بتاعتنا دي عندها electronegativity تمام عاليه عن الهيدروجين. حلو، يعني لازم يكون في difference between the electronegativity بتاعت الاكسجين والهيدروجين. اوكي، ويكون الديفرنس دوت عالي. فكان البولر كومباوند هو عباره عن covalent compound تمام عندها ايه؟ عندها difference in electronegativity between its element و relatively high، ويكونوا عاليين نسبيا. خلاص عرفنا ان الووتر زي ما قلنا هي عندها بولر، عندها covalent compound وعندها difference في electronegativity. لا ثواني حضرتك، ايه ال difference في electronegativity؟ احنا مش فاكرين. طيب تعالوا نقول ايه هي ال electronegativity مع بعض عشان دي هترتب عليها حاجه مهمه جدا. كنا بنقول يا شباب ايه هي الالكترونيجاتيفيتي؟ كنا بنقول الالكترونيجاتيفيتي ديت لو انتم فاكرين الاثنين اللي كان بيشدوا الحبل، دي عباره عن الخناقه اللي هتحصل ما بين الهيدروجين والاكسجين تمام. الاثنين دول عاملين كوفالنت بوند مع بعض، الاكسجين كانت عماله تشد الالكترونز بتاعت الكوفالنت بوند وي ناحيتها عايزه تاخدهم ناحيتها، والهيدروجين عمال يشد الالكترونز بتاعت الكوفالنت بوند ناحيتهم. هما الاثنين كل واحد فيهم عمال يشد، ده عمال يشد وده عمال يشد تمام. مين فيهم اللي هيكسب؟ تمام، اللي هيكسب اللي هو ياخد الالكترونات ناحيته هو اللي عنده الكترونيجاتيفيتي اعلى تمام. طيب بيبقى هنا الالكترونيجاتيفيتي هي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن ability of atom تمام، او ability هنا نتكلم على الاكسجين، يبقى ability of atom اللي هي بالنسبه لنا الاكسجين ability of oxygen to attract electrons تمام of a chemical bond toward it. اوكي، يعني قدره الاتوم بتاعت الاكسجين دي اللي هو يشد الالكترونز بتاعت الرابطه ناحيته، هي دي كانت ايه؟ الالكترونيجاتيفيتي. طيب وهنا مين اللي كسب في الخناقه؟ تمام، الهيدروجين هو اللي شد الاكسجين ولا الاكسجين هل شدته؟ لا طبعا الاكسجين شدت واحده هيدروجين اتوم من هنا وشدت واحده هيدروجين اتوم من هنا تمام، وهي اللي كسبت. ليه اللي كسبت؟ عشان الاكسجين كان عندها هاي الكترونيجاتيفيتي تمام. الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين لو احنا فاكرين كان 3.4 تمام، وكان الهيدروجين عندها الكترونيجاتيفيتي 2.1، ففي difference between electronegativity of oxygen atom and the hydrogen atom، ال difference ده تقريبا كان حوالي 1.4 تمام. يبقى لغايه دلوقتي اللي احنا قلناه ان الووتر تمام بتكون مع الهيدروجين ده والهيدروجين ده covalent bond تمام، والووتر ده سميناها بولر كومباوند نتيجه اللي هي عندها كوفالنت بوند وعندها ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بين اتس اليمنتس اللي هو الاكسجين والهيدروجين، واللي نجح في الخناقه ديت هو الاكسجين وشد التو هيدروجين اتوم ناحيته عشان هو عنده هاي الكترونيجاتيفيتي. طيب بسبب قصه الالكترونيجاتيفيتي ديت دلوقتي يا شباب بقى يحصل حاجه مهمه جدا، تعالوا نبص عليها. احنا عندنا اهو تمام مجرد مولكيول تمام مجرد من الووتر تمام، ومكون هنا كوفالنت بوند وهنا كوفالنت بوند مع الهيدروجين، مفيش اي مشكله تمام. وعندنا تحت كانت مولكيول ووتر تاني تمام وعامل نفس القصه. هيحصل ايه بقى؟ الاكسجين اللي انا واقف عندها دي تمام خلصت على الاثنين هيدروجين دول نتيجه اللي هي عندها هاي ايه؟ هاي الكترونيجاتيفيتي. طيب بس هي ستيل حتى بعد ما قفشت التو هيدروجين اتوم دول لسه ستيل عندها هاي الكترونيجاتيفيتي، فتروح عامله ايه؟ تقعد تبص وتنادي على الهيدروجين بتاع تمام مولكيول ووتر تاني. اوكي، يعني هي موجوده في المولكيول بتاعها اللي هي كونته مع التو هيدروجين، لا ده هي مش مكتفيه، هي عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه جدا، فتقعد تبص على الهيدروجين بتاع مولكيول ووتر مولكيول تاني وتقعد تمام تقول له ايه؟ مش هتيجي تمام. هو طبعا هيرد عليها ولا مش هروح تمام، يبقى عماله تبص للهيدروجين ده وتقول له ايه؟ مش هتيجي مش هروح. نتيجه مش هتيجي ومش هروح ديت تمام هتبدا الاكسجين دي تعمل اتراكشن فورس تمام للهيدروجين بتاع الووتر مولكيول التاني، وفعلا هتنجح في الاخر اللي هي تكون معاه بوند، مش هتسيبه نتيجه اللي هي عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه جدا، مش هتسيب الهيدروجين بتاع اذر ووتر مولكيول وهتكون معاه بوند، والبوند ديت اسمها هيدروجين بوند
احنا عندنا هنا حاجه جديده، عندنا حاجه اسمها هيدروجين بوند. وجت منين بقى الهيدروجين بوند ديت؟ جت نتيجه ان الاكسجين، تمام، الاكسجين تمام بتاعت ووتر مولكيول راحت قعدت تنادي على هيدروجين بتاع ووتر مولكيول تاني، وكونت ما بينه دي زي ما احنا شايفين كده ايه، كانت بوند جديده سميناها هيدروجين بوند. يبقى هنا يجي يقول لنا ايه، ان البولر ووتر مولكيولز ار لينكد توجذر، بيرتبطوا مع بعض عن طريق حاجه اسمها هيدروجين بوند. ده مولكيول ووتر وده مولكيول ووتر تاني، تمام، عملوا ما بينهم وما بين بعض حاجه اسمها هيدروجين بوند. يبقى كده الووتر مولكيولز بترتبط مع بعضها عن طريق حاجه اسمها هيدروجين بوند. وعرفنا ان الهيدروجين بوند ديت، تمام، جايه منين؟ جايه بسبب جت هاير الكترونيجاتيفيتي اوف اكسجين اتوم، تمام، ويز ريسبكت تو بالنسبه للهيدروجين، بسبب ان الاكسجين عندها الكترونيجاتيفيتي اعلى من الهيدروجين، قاعد تنده عليه، راحت عامله اتراكشن فورس معايا وراحت مكون لنا الهيدروجين بوند. طيب كلام جميل لغايه هنا، مفيش اي مشكله. يبقى تعريف الهيدروجين بوند ايه؟ تعريف الهيدروجين بوند زي ما احنا قلناه، هو عباره عن اتراكشن فورس، تمام، حصلت ما بين الاكسجين وبارت الهيدروجين، صح؟ يعني حصلت ما بين المولكيول ده كله بتاع الووتر والمولكيول بتاع الووتر التاني. المولكيول بتاع الووتر ده بنسميه ايه؟ بولر مولكيول، وده اسمه برضه بولر مولكيول مع ووتر. احنا عرفنا الووتر خلاص ده بولر مولكيول. يبقى هي عباره عن اتراكشن فورس، يبقى الهيدروجين بوند بتاعنا هي عباره عن اتراكشن فورس arises between، تمام، جت منين؟ جت من كانت مولكيولز اوف بولر كومباوندز، تمام، اللي هم زي الميه. يبقى تاني هي عباره عن ويك اتراكشن فورس، الهيدروجين كانت بوند هي عباره عن ويك اتراكشن فورس، عباره عن اتراكشن فورس حصلت ما بين تو بولر مولكيولز او تو بولر كومباوندز، زي ايه البولر كومباوندز اللي بتاعتنا اللي هي هنا الميه. بس قال لنا هنا بقى في معلومه، ان الهيدروجين بوند ديت كانت ويك، تمام، بوند، او بيسموها، احنا عرفنا ليه خلاص ايه، تمام، ديت عباره عن اتراكشن فورس، تمام، بيسموها ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس. ويك عشان هي رابطه ضعيفه جدا، لو تلاحظوا حتى هنا الكوفالنت بوند اللي احنا عملناها فوق ما بين الاكسجين والهيدروجين دي كامله، اما هنا اما جينا نعمل الهيدروجين بوند عملناها بالداش لاين ده، خط مخطط كده، ده دليل اللي هي ايه، كانت ويك كانت بوند. اوكي، فبيقول لنا اللي هي ويك، تمام، اتراكشن فورس. حط كلمه الكتروستاتيك ديت، يعني هي ليها معنى، بس دي ايه همشيها ايه، يعني اعرفوها دلوقتي كده عشان ما نخشش في قصه ايه بعيده ونطول الوقت على نفسنا قوي. يبقى تاني ايه هو الهيدروجين بوند؟ الهيدروجين بوند هو عباره عن ويك، الهيدروجين بوند هو عباره عن ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس، تمام، احنا عارفين خلاص، سيبك من كلمه الكتروستاتيك، يبقى احنا عارفين اللي هو ويك اتراكشن فورس جت منين؟ جت ما بين مولكيولز اوف بولر كومباوندز اللي هم بالنسبه لنا الميه اللي احنا شغالين عليه. طيب يبقى لغايه دلوقتي ايه اللي احنا قلناه يا شباب؟ عرفنا ان الووتر ديت عندها 1 اكسجين اتوم، تمام، و 2 هيدروجين اتوم، كلام جميل، والانجل بتوين، وعندها 2 سنجل كوفالنت بوند، واحده هنا وواحده هنا، والانجل بتوين 2 سنجل كوفالنت بوند ديت قلنا 104.5. عرفنا ان المولكيول بتاع الووتر عنده الاكسجين ده بيروح يعمل اتراكشن فورس مع الهيدروجين الثانيه ويكون لي حاجه اسمها هيدروجين بوند. وعرفنا ان الهيدروجين بوند ده بتتكون بسبب الهاير الكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين ديت كانت عن الهيدروجين، فتعمل له حاجه اسمها اتراكشن فورس سميناها هيدروجين بوند. فبقت بالنسبه لنا هيدروجين بوند هي عباره عن ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس بتوين المولكيولز اوف بولر كومباوند. طيب ده كلام جميل. عندنا تو نوتس، اول حاجه بيقولها لنا ان الهيدروجين بوند دي ويكر ذان كوفالنت بوند. طيب كلام جميل. بصوا بقى يا شباب، الحته ديت يعني بنشوف فيها لخبطه كتير قوي. احنا عندنا دلوقتي ده الشكل النهائي بتاع الووتر ايه مولكيولز، تمام، الووتر مولكيولز عنده نوعين من البوند، عنده كوفالنت بوند وهيدروجين بوند. اما يجي يسالنا يقول لنا ايه، تمام، التايب بتاع البوند في الووتر مولكيول، تمام، نقول له كوفالنت بوند. هو هنا بيسالني عن ووتر مولكيول واحد، الووتر مولكيول واحد عنده كوفالنت بوند اللي احنا قلنا تو سنجل كوفالنت بوند، صح كده؟ يبقى ووتر مولكيول لو سالني على ايه نوع البوند بتاعتي في الووتر مولكيول هنقول كوفالنت بوند. طب لو جه قال لي ايه هو نوع البوند بتاعتنا بتوين ووتر مولكيولز، ما بين الووتر مولكيولز، اوتوماتيك لازم نقول هيدروجين بوند، هيدروجين بوند. تاني نوع البوند اللي ما بين، تمام، نوع البوند في الووتر مولكيول الواحده هي كوفالنت بوند، هي كوفالنت بوند. اما نوع، تمام، البوند بتوين ووتر، او ما اشوف كلمه بتوين دي، يبقى بتوين ووتر مولكيولز، ما بين تو اكاد ووتر مولكيولز، يبقى اسمها هيدروجين بوند.
يبقى ده ما بين تو ووتر مولكيولز يبقى عندنا هيدروجين بوند، اما في المولكيول الواحد اوف ووتر يبقى هو ايه عباره عن كوفالنت بوند. طيب وعرفنا ان الهيدروجين بوند ده عباره عن ويكر زان كوفالنت بوند، يعني اضعف بكتير جدا من الكوفالنت بوند، وديت حاجه منطقيه يا شباب. ليه بقى؟ تمام، يعني كده الووتر مولكيولز ديت تمام مربوطه مع بعضها بالهيدروجين بوند، والهيدروجين بوند ديت احنا عمالين نقول اللي هي ضعيفه ضعيفه ضعيفه، تمام. اللي بيفسر اللي هي ضعيفه، انت هات طبق فيه شويه ميه، تمام، وحط ايدك، تمام، وشوف انت هتطلع بشويه ميه في ايدك ولا لا. منطقيا جدا طبعا هتطلع بشويه ميه في ايدك، صح؟ ده تمام بسبب ان الووتر مولكيولز دول تمام اتاتشد ويز اتش اذر، مربوطين مع بعض تمام بفيري ويك بوند اللي هي الهيدروجين بوند. طيب روح مثلا هات تمام حته مثلا حديد وحط ايدك في الحديد كده حاول تطلع، استحاله، الروابط بتاعته جامده جدا. طيب روح مثلا هات عسل، تمام، اقلب كده عسل مثلا، سيبه ينقط، هتلاقيه اللي هو بينقط بالعافيه، لكن انت لو جبت كوبايه ميه جبت تقلبها في كوبايه ثانيه تقلب معاك في ثانيه، ما هو انت معنى كده اللي انت بتعمل ايه؟ بتكسر الهيدروجين بوند اللي ما بين الميه، بتعرف تقسمها، تعرف تحط ايدك تاخد منها شويه، لان هي فيري ويك، ايه فيري ويك بوند، على عكس مثلا اي ليكويد او اي حاجه تانية، لا دي البوند اللي ما بين المولكيولز بتبقى كبيره جدا. طيب الهيدروجين بوند بقى سمعتنا، تمام، مش هخبي عليكم، سمعتنا واحنا عمالين نقول عليها ايه، تمام، ويك بوند ويك بوند ويك بوند، قالت لها لا استنى بس حاسب، تمام، انا كهيدروجين بوند اللي انتوا بتتكلموا عليها اللي انا ويك ديت، ده انا ريسبونسبل فور ذا اب نورمال بروبرتيز اوف ووتر. اوعوا تكونوا فاكرين الموضوع ده انا اللي مسؤول عن كل الصفات الغريبه، تمام، او الصفات الاكسبشنال الشاذه، تمام، للميه. الله، ده الموضوع طلع كبير، ده ما مش هنعرف نتكلم معاها بالطريقه دي كده اللي انت ويك والجو ده، تمام. الميه يا شباب ليها بروبرتيز كتيره غريبه جدا وهنشوفها دلوقتي، تمام، بسبب قصه الهيدروجين بوند. يبقى اول حاجه في الاسئله دي لما يجي يقول لنا الهيدروجين بوند، تمام، اكاد ليه الميه ليها ابنورمال بروبرتيز، اوتوماتيك هنقول له على طول عشان القصه بتاعت الهيدروجين بوند، عشان ان بريزنس اوف هيدروجين بوند، عشان هي عندها هيدروجين بوند، اوكي، وفي كذا حاجه تانية هترجع للهيدروجين بوند. طيب خلينا نكمل بس نفتكر اللي احنا قلنا هنا عن على البوينت المهمه جدا بتاعت الكوفالنت بوند. لما يسالني عن نوع البوند اللي موجوده في الووتر مولكيول، اما لو قال لي نوع البوند اللي موجوده بتوين ووتر مولكيولز هتبقى هيدروجين بوند مش كوفالنت بوند، وعرفنا ان الهيدروجين بوند ديت دي المسؤوله عن ابنورمال بروبرتيز اوف ووتر. طيب اول او ابنورمال بروبرتي كانت لي الووتر هنشوفها مع بعض، هو هيدينا شويه بروبرتيز كتيره كده، منها الفيزيكال ومنها الكيميكال، تمام، وهنا نتكلم في كذا بوينت كذا بوينت. طيب ما علينا، تعالى نشوف اول حاجه فيها ان الووتر، مش هنمشي بالترتيب قوي، انا واخد ديت الاول عشان ليها علاقه بالهيدروجين بوند، ان الووتر ليها هاي بويلنج اند فريزنج بوينت، درجة الغليان ودرجة الفريزنج التجمد بتاع الووتر يا شباب بقت عالية جدا، تمام، يعني نلاقي ان المايه يحصل لها بويلز ات 100 ديجري، تمام، وبيحصل لها فريز ات 0 ديجري. هتقول لي ايه، ايه المعجزة في كده، ايه الغريب في كده؟ هقول لك لا، ان الكلام ده بالنسبة لكل الليكويد، تمام، دي ارقام عالية جدا، ال 100 وال 0 ديت اللي هي بويلز ات 100 وفريز ات 0 ديجري، دي بالنسبة لبقية الليكويد، تمام، دي ارقام عالية، بقية الليكويد دي اقل من كده، اوكي. فدي اول ابنورمال بروبرتيز في الووتر. اول ما اقول لك ليه، تمام، الميه بيحصل لها، تمام، عندها هاي بويلنج بوينت، تمام، جات فريزنج بوينت، او بيحصل لها بويل ات كذا وفريز ات زيرو، تمام، هتقول لي على طول دي تو بريزنس اوف هيدروجين بوند بتوين اتس مولكيولز. بص كده بقى الهيدروجين بوند ايه، مش سايبانا في حالنا، عماله ترد، انتوا قعدتوا تقولوا لي انا ويك انا ويك، اهو اول حاجه انا قلتها لكم، انا اللي خليت الميه يكون عندها هاي بويلنج بوينت وهاي فريزنج بوينت، انا اللي هو هيدروجين بوند. يبقى كده اول او ده تاني سؤال نجاوب عليه، تمام، بكلمه هيدروجين بوند، تمام، هيقول لنا وات ايفر، قال لنا تمام بويلنج بوينت او فريزنج بوينت كانت ليه عاليين عند الميه، فقلنا هيدروجين بوند، تمام. واللي كان قبله من شويه قال لنا ليه الميه ليها ابنورمال بروبرتيز، كنا بنقول بسبب الهيدروجين بوند، اوكي. طيب تعالوا نكمل ونشوف بقيه الحاجات الغريبه بالنسبه لنا اللي في الميه. بص يا شباب، الووتر بتبقى موجوده في الثلاثه ستيتس في نفس الوقت. ازاي؟ يعني بتبقى موجوده في السوليد ستيت كايس، وتبقى موجوده ليكويد ستيت كووتر، وبتبقى موجوده في الجازي ستيت كووتر فيبر، كلهم في نفس الوقت. نبص مع بعض كده على الصوره دي،
تمام. الصورة ديت ايه؟ تمام. عندنا البحر اهو موجود بتاعنا ده بتاعت الووتر، تمام، اللي هو ان ليكويد ستيت، وعندنا تمام جبل من الايس، تمام، ووتر ان سوليد ستيت، وعندنا الكلاود بتاعتنا ده عبارة عن ووتر فيبر اللي هو الووتر ان ايه جازيس. الثلاث حالات للووتر موجودين في نفس الصورة في نفس الوقت في نفس التمبريتشر، وعشان كده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الووتر از ان يونيك ماتر، ديت مادة فريدة من نوعها، تمام، بسبب اللي هي اكزيستنس ان 3 ستيتس كانت ات اوردينري تمبريتش، ده موجوده في الثلاث حالات في نفس الوقت، متخيلين؟ اه. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا تو بروبرتيز اوف ووتر، واحده اللي هي بتبقى موجوده في الثلاث حالات سوليد ليكويد جاز كانت ان ذا سيم تايم، تمام، ات ذا اوردينري تمبريتشر، تمام، واللي قبلها كانت فكره ان هي عندها هاي بويلنج اند فريزنج بوينت، وده بسبب الهيدروجين بوند، وعرفنا ان الهيدروجين بوند ديت كانت very weak hydrogen, very weak bond، وكمان هي المسؤولة عن abnormal properties of aqua water. زي ما انتم شايفين الموضوع منطقي جدا وماشيين وسهل جدا ولذيذ وممتع، اللي انت تعرف داتا، وهو اصلا الووتر فيه داتا كتير اكبر من كده بكتير قوي، ده فيها كتب وفيها حاجات كتيرة قوي، يعني من الحاجات الدراسة بتاعتها يعني ممتعة جدا. طيب تعالى نشوف كمان ايه تاني. الووتر بيقول لك ان الووتر، تمام، بتعمل ديسولف لمين بقى؟ بتعمل ديسولف لحاجتين، الايونيك كومباوند، تمام، عندنا هنا، وديسولف للكوفالنت كومباوند، تمام، بس بتعمل ديسولف لموست اوف ايونيك كومباوند. كلمه موست ديت يا شباب كده تديك ايحاء باللي هي ايه موست، يعني الاغلبيه، يعني بتقدر تعمل ديسولف، تقدر تدوب اغلبيه الايونيك كومباوند، تمام. طيب اما عند الكوفالنت كومباوندز قال لك سم كوفالنت كومباوندز، سم ديت معناها اللي هي ايه؟ يعني بتقدر تديزولف او تقدر تدوب شويه قليلين من الكوفالنت كومباوند. طيب هو ايه اصلا الكوفالنت كومباوند؟ قال لك الكوفالنت كومباوندز دوت زي التيبل سولت اللي هو الصوديوم كلورايد، الملح بتاع الطعام، اللي هو يعني مركبات اللي هي الايونيه، ايونيك كومباوندز دي اللي هي زي ال NaCl اللي هو صوديوم كلورايد، اللي هو عنده بوزيتيف تشارج وعنده نيجاتيف تشارج، بيتكون من اكاد بوزيتيف واكاد نيجاتيف. اوكي طيب تعالى نكمل. يبقى خلاص عرفنا ان الووتر بتقدر تعمل، تمام، اكاد ديسولف لموست اوف ايونيك كومباوند زي التيبل سولت اللي هو الصوديوم كلورايد ان سي ال. طيب ونروح عند الكوفالنت كومباوند، بتقدر تعمل ديسولف لسام كوفالنت كومباوند، يعني قلنا شويه قليلين منهم. طيب الكلام ده بقى تقدر تعمل ديسولف للكوفالنت كومباوندز القليلين دول بناء على ايه؟ بناء على اللي بيقدر يكون معاها هيدروجين بوند. بصوا يا شباب، الكوفالنت كومباوندز ديت زي ايه؟ زي الاويل، زي الفاتس، زي الزيوت والدهون، تمام؟ طبعا احنا عارفين لو حطينا شويه زيت، تمام، او دهن، تمام، في الميه استحاله يدوب، تمام؟ لو قعدناه 20 سنه مش هيدوب، صح كده؟ طيب هيقول لك حاجه مهمه جدا، طيب هيقول لك طب ما الشوجر دوت كوفالنت كومباوند وبيدوب في الميه. قال لك اه استنى، ما احنا قلنا سم، ما قلناش ان كل الكوفالنت كومباوندز مش هتدوب في المايه، لا قلنا ان المايه بتدوب، تمام، سم كوفالنت كومباوندز من ضمنها الشوجر. طب ليه بقى الشوجر بالذات؟ عشان هو بيقدر يكون معاه هيدروجين بوند. يبقى هنا الووتر تقدر تديزولف اي كوفالنت كومباوند، تمام، بشرط، تمام، اللي هو يكون بيكون معاه هيدروجين بوند. لو كون معاه هيدروجين بوند هتقول له انت حبيبي خلاص هعمل لك ديزولف، اوكي، زي الشوجر. الاويل والفاتس الدهون ما بيقدروش يكونوا معاها هيدروجين بوند، بالتالي مش هتعمل معاهم، مش هتعمل لهم ديسولف. يبقى الخلاص تمام في البوينت دي ان الووتر بتديسولف مين؟ بتديسولف موست اوف ايونيك كومباوندز زي التيبل سولت صوديوم كلورايد، تمام. اما بالنسبه للكوفالنت كومباوند بتعمل ديسولف سام اوف كوفالنت كومباوندز اكوردنج لايه اللي هيكون معاها هيدروجين بوند. الاكزامبل بتاعنا الشوجر قدر يكون معاها هيدروجين بوند، فخلاص قالت له كده تمام انا اقدر اعمل لك ديسولف، تمام. اما الاويل والفاتس الدهون ما قدروش يكونوا معاها هيدروجين بوند، فمش هتعمل لهم ديسولف. تعالوا نشوف ايه الاسئله اللي بتيجي في النقطه دي وايه اصلا، تمام، كانت معنى الكلام ده. هو بيقول لنا هنا ان الووتر از ا جود بولر سولفنت، يعني الميه، تمام، كانت بيسموها مذيب قطبي او مذيب عام، جود بولر سولفنت، سولفنت معناها مذيب اللي هي بتقدر تدوب حاجات فيها. يبقى الووتر از جود بولر سولفنت، تمام، يقول لنا جيب ريزون ليه الووتر هو جود بولر سولفنت. بنقول بسبب اللي هو عنده ability to dissolve most ionic compound، تمام، such as table salt اللي هو الصوديوم كلورايد. اوكي الاسئله بتيجي كتير يا شباب، ليه الووتر بولر كومباوند؟ عشان هو عنده ability great ability to dissolve most ionic compound زي السولت بتاعه. طيب
طيب اما يجي يقول لنا تمام ان اجهد ليه الووتر، برضه ده سؤال جه بريزون اجهد ليه اجهد سم اوف كوفالنت كومباوندز تمام زي الشوجر بيقدر اللي هو يدوب في الميه او الميه تداوبه تمام، هنقول له بسبب اللي هو كان فورم هيدروجين بوند، بسبب اللي هو بيقدر يكون الشوجر كان فورم هيدروجين بوند ويز ووتر مولكيول. طيب اما يجي يقول لي ان في بعض الكوفالنت كومباوندز تمام زي الاويل او الفاتس مثلا كانت ديسولف ان ووتر ما بتدوبش في الميه، هنقول له بسبب اللي هي كانت فورم هيدروجين بوند، ما بتقدرش تكون لي هيدروجين بوند مع الووتر مولكيولز. تمام كده الثلاثه بوينتس دول كده مفهومين تمام، وهم كلهم بيتكلموا عن ان البولر هو جود ايه تمام، بعد ان الووتر هو جود بولر سولفنت. تمام نكمل يا شباب، اتكلمنا لغايه دلوقتي عن الووتر جود بولر سولفنت، الووتر تمام عندها هاي ميلتنج اند هاي بويلنج اند فريزنج بوينت، وبتبقى موجوده في ثلاثه ستيتس في ات اوردينري تمبريتشر او ات نورمال تمبريتشر. طيب نركز بقى كده في البوينت دي اخر بوينت وهي سهله جدا. بص يا شباب الووتر هتعمل حاجه غريبه معانا دلوقتي جدا تمام، هنجيب كوبايه الميه دي تمام ونبدا نحط فيها جات ايس كيوب زي ده، نلاقي ايه اللي بيحصل، نلاقي ان الايس كيوب بتاعنا يجري تمام يعمل فلوت اون ذا ووتر سيرفيس، يجري يطوف على سطح الميه. الله طب ليه، ايه شغل العفاريت ده، ما هو الايس ده اصلا معمول من الميه تمام، عندنا هنا الميه موجوده الووتر موجوده في صوره ليكويد والايس دوت اصلا تمام هو عباره عن ميه جمدناها فبقى ايس، ليه يجري تمام يعمل لي فلوت اون ذا ووتر سيرفيس تمام. في هنا حاجات غريبه كتير، ديت اول حاجه غريبه تمام اللي هو من الاثنين من نفس الاثنين ووتر الاثنين من نفس المطر صح، ليه طلع عمل لي فلوتنج على الووتر سيرفيس تمام والووتر الليكويد بتاعه قاعد تحت، ليه ما نزلش تحت ليه، ده رقم واحد تمام. الحاجه الثانيه الغريبه اللي هنا ان الايس كيوب ده دلوقتي موجود في حاله ايه، في حاله سوليد صح، والووتر اللي موجوده تحت دي موجوده في حاله ليكويد. طيب ما احنا عارفين ان السوليد تمام منطقيا كده السوليد هيبقى اتقل من ليكويد والمفروض ينزل تمام يقعد لي تحت صح، لقينا اللي هو بيطوف، دي حاجه غريبه تانية. الله ايه بقى شغل العفاريت ده تمام، ده ووتر وده ووتر، ليه ده عمل لي فلوت وده جات الليكويد موجود تحت تمام، ده سوليد المفروض يبقى تقيل فالمفروض اللي هو ينزل يسينك يغرق في الميه تمام، ليه شغل العفاريت ده، تعال نشوف بقى شغل العفاريت ده ايه. قال لنا يا شباب احنا لو افتكرنا مع بعض كده تمام من السنه اللي فاتت اما كنا بنجيب تمام في بريب 1 تمام اما كنا بنجيب عندنا الاكسبيرمنت دي تمام وكنا بنتكلم على الدينستي تمام، ليه الحاجات بتعمل فلوت او ليه الحاجات بتعمل سينك فلوت، كنا بنقول الكلام ده بنرجعه اكوردنج للدينستي تمام، اي حاجه تمام عندها دينستي اقل من الدينستي بتاعت الووتر كانت هتطلع تعمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفس زي الوود والكورك تمام والاويل اللي كانت فود والكلام ده، اي حاجه مثلا زي الكوين مثلا المسامير عندها دينستي لارجر ذان ووتر اكبر من ميه فكانت بتنزل تعمل سينك فلوت. حلو يبقى الكلام هنا اكوردنج لمين، اكوردنج للدينستي تمام، فعشان كده قال لنا ان معنى الكلام ده ان الووتر دينستي بتديكريز اون فريزنج، يعني ايه، يعني الميه اما نحولها للسوليد اما نحولها الايس تمام الدينستي بتاعتها بتقل تمام، ما هو معنى ان الدينستي بتاعتها ما هي طافت ليه، ما هي طافت معنى اللي هي طافت معنى اللي هي عمل فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس، معنى كده ان الدينستي بتاعته قلت فطلع عمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس. اه دي حاجه تانيه غريبه، يعني هو دلوقتي الايس تمام ده متكون من ووتر تمام وطلع عمل لي فلوتنج، والايس ده دلوقتي في السوليد ستيت تمام والمفروض السوليد ستيت يبقى اتقل تمام وطلع برضه عمل لي فلوت على الووتر تمام. وبعد كده لقينا ان هو بيقول لي ان الايس اللي هو متكون من نفس الووتر ده بقى ليه دينستي تمام اقل من الووتر. الله بيقول لك ان الووتر يحصل ديكريز في الدينستي بتاعتها اما نعمل لها فريزنج، يعني الايس الدينستي بتاعته قلت تمام اما عملنا الووتر فريزنج يعني وطلع تمام جري وعمل لي فلوتنج على الووتر سيرفيس. هو ايه ده، طب ما هو متكون من ووتر يا جماعه انتوا مش عايزين تفهموا هنا ليه. حاجه غريبه جدا. بص يا شباب بقى ايه بقى المعجزه اللي بتحصل هنا، بيحصل حاجه جميله جدا في القصه دي، الموليكيولز بتاعت الووتر اول ما التمبريتشر بتقل ليس ذان 4 ديجري او ما بتقل عن 4 ديجري بتروح الموليكيولز بتاع الووتر يبداوا يتجمعوا جنب بعض تمام عن طريق الهيدروجين بوند. بص الهيدروجين بوند اهي في كل مصيبه عامله زي اتوميك نمبر تمام،
اول ما درجات الحراره تقل جهاز الاسدان فور تمام، يروحوا هم متجمعين جنب بعض تمام، ويروحوا عاملين حاجه اسمها كريستال تمام بالشكل ده، دي الكريستال تمام، بيكونوا حاجه اسمها كريستال او دي شكلها في الطبيعه، ديت متكونه صوره في الطبيعه على شجره تمام. الشكل السداسي ده لو عديناه هنلاقيه شكل متكون ايه اسمه سيجنال شيب، يعني شكل سداسي اوكي زي الدايره كده بس شكل سداسي. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي التمبريتشر بقت ليس ذان 4، راحوا جايين الملكيولز بتاعت الووتر تمام متجمعين جنب بعض عن طريق الهيدروجين بوند وعملوا لنا الشكل السداسي ده. نتيجه الهكسجنال شيب والكريستالز الايس كريستالز اللي هم كونوها ديت، لقينا ان الفوليوم بتاعهم كبر. الله، طب الفوليوم بتاعهم كبر ليه؟ تمام نتيجه اللي هم عملوا القصه دي. اقول لك بص، انتوا لو قاعدين دلوقتي جنب بعض تمام 5 6 على نفس الديسك او نفس البنش حلو كده، فانتوا قاعدين دلوقتي على الديسك ده واخدين فوليوم اجت معين حلو، يعني كلمه فوليوم طبعا احنا فاهمين اللي هي يعني واخدين مساحه من السبيس، واخدين مساحه من الفراغ معينه، وانتوا قاعدين على الديسك. رحت انا ايه جاي اقول لكم قوموا تمام اعملوا لي شكل تمام اجت سداسي اللي هو زي الدايره كده يعني بس شكل ايه سداسي هيك سيجنال شيب. رحت انتوا قايمين واقفين ماسكين ايدين بعض تمام اجت وعملتوا الشكل السداسي ده حلو. عشان تعملوا الشكل دوت بقى في مسافات ما بينكم، بقى في سبيسز ما بينكم كبيره وفي مسافات كبيره، رقم واحد. رقم اثنين، هل الفوليوم بتاعكم كبر ولا صغير؟ لا الفوليوم بتاعكم طبعا كبر. طب وانتوا قاعدين على الديسك كنتوا كلكم قاعدين جنب بعض تمام، فبالتالي كنتوا واخدين فوليوم صغير، كان الحجم بتاعكم صغير يعني واخدين كانت مساحه من السبيس صغيره صح. اما قمتوا عشان تعملوا الشكل السيجنال شيب ده تمام، رقم واحد بقى في مسافات بعدتوا عن بعض، بقى في مسافات ما بينكم كبيره. رقم اثنين، خدتوا فوليوم كبير يعني بقيتوا واخدين حيز من الفراغ اكبر صح كده. هو ده بالظبط اللي الووتر مولكيول عمليه، وهي بتكون الايس، وهي بتكون الايس كريستالز ديت اللي هو الهكسجنال شيب تمام، بقت واخده فوليوم اكبر. عدم بقت واخده فوليوم اكبر اوتوماتيك الدنسيتي بتاعتها بقت اقل. اه، ودام الدنسيتي بتاعتها بقت اقل خلاص كده هتجري، الدنسيتي بتاعتها بقت ليس ذان ووتر، هتجري تعمل لي فلوت اون ذا ووتر سيرفس تمام يا شباب. يبقى تاني الووتر كانت مولكيولز تمام ليس ذان 4 ديجري تمام، بدات تكونت لي حاجه اسمها ايس كريستالز. ايس كريستالز ديت اللي هي عباره عن ايه تمام، هكسجنال شيب تمام. فما جت تكون لي اللي كانت الايس كريستالز الهكسجنال شيب دوت، راحوا بعدين عن بعض، لما بعدوا عن بعض معنى كده ان هم خدوا فوليوم اكبر من الفوليوم اللي هم ايه كانوا واخدينه الاول تمام. معنى ان خدوا فوليوم اكبر من الفوليوم اللي كانوا واخدينه الاول، يبقى الدنسيتي بتاعتهم اوتوماتيك ايه قلت، يبقى يجري تمام الايس يطلع يعمل لي فلوت اون ذا ووتر سيرفيس. بيني وبينكم الكلام لغايه هنا جميل، بس انا الحته بتاعت الفوليوم والدنسيتي دي مش عاجباني، حاسس ان هي مش راكبه معاكم، عشان انتوا حبايبي انا جايب لكم ايه التفسير بتاعها. بصوا يا شباب، احنا كنا بنقول ايه السنه اللي فاتت في بريب 1، كنا بنقول ان الدنسيتي بتيكوال ماس ديفايدد باي فوليوم صح كده، ده كان القانون بتاعنا، الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم اوكي. طيب لو خدنا مثال تمام ان احنا عندنا هنا دنسيتي 10 تمام ديفايدد باي 1، يبقى عندنا الدنسيتي تمام بتساوي ماس. لو خدنا مثلا ماس فور اكزامبل 10 تمام على فوليوم 1، هنلاقي الدنسيتي بتاعتنا كام؟ 10. طيب تعال نشوف مثال تاني، نفس الماس هي ال 10 ديت، هي نفس الماس هو هاخدها تمام، بس على فوليوم اكبر شويه تمام 5، هنلاقي الدنسيتي بتاعتنا هنا كانت 10 تمام وهنا بقت 2، ده الدنسيتي قلت. طب الدنسيتي قلت ايه ليه؟ الدنسيتي قلت بسبب ان الفوليوم هنا كان 1 والفوليوم هنا بقى 5، بسبب ان الفوليوم كبر. عدم الفوليوم كبر اوتوماتيك يلاقي الدنسيتي بتاعتنا قلت، ده التفسير اللي فوق. حاسس برضو ان انتوا مش لاقطين، اقول لك بص بالراحه جدا، هي طبعا الجزء اللي تحت دوت كده يعني بالماس رياضيا تمام لوجيك تمام، ان نتيجه ان الفوليوم هنا تمام اما كبر الماس بتاعتي هتقل على طول، ديت رياضيا خلاص عرفناها تمام. بس ابسطها لك برضه نفس المثال بتاع الفصل، لو انتوا جيتوا دلوقتي انتوا كنتوا قاعدين 10 منكم تمام فكانت قاعدين على ديسك اوكي يا شباب، 10 منكم قاعدين على ديسك، يبقى ادي الماس تمام هو النمبر، عارفين طبعا ان الماس هي النمبر اوف اوف ماتر تمام يعني اوبجكت، فاحنا كده الماس بتاعتكم اهو 10 حلو، وقاعدين على ديسك او بنج واحد حلو، يبقى كده الدنسيتي بتاعتكم اهي ال 10 بالنسبه لنا. جيت انا قلت لكم ايه تمام نفس القصه، قوموا اعملوا لي شكل دايره او قوموا اعملوا لي شكل سيجنال شيب اوكي. انتوا تمام هنا لسه نفس ال 10 تمام، بس عملتوا ايه المثال اللي احنا قلناه من شويه، اما قمتوا
خدتوا تمام فوليوم اكبر وانتوا قاعدين على الديسك، كنتوا كلكم تمام قاعدين جنب بعض، فالسبيسز اللي ما بينكم كانت صغيره، فالفوليوم بتاعكم بالنسبه للكلاس كان لسه صغير، واخدين مساحه من الفراغ صغيره. لكن لما قمتوا انتوا قمتوا نفس ال10 بالظبط زي ما انتوا تمام، بس اللي خدتوا فوليوم خدتوا مساحه تمام اكبر. تمام ليه خدتوا فوليوم اكبر؟ لان انتوا السبيسز اللي ما بينكم وسعت، فبقيتوا واخدين فوليوم اكبر، صح كده؟ فنتيجه ان انتوا بقيتوا واخدين فوليوم اكبر اوريدي، خلاص اما نحسب الدنسيتي هنلاقي الدنسيتي بتاعتكم قلت. اوكي خلاص، يبقى كده خلاصه بقى الموضوع بتاعنا ده. هات ليه الايس بيروح يعمل لي فلوت اون ذا ووتر سيرفيس؟ هنقول بسبب اللي هو، تعالوا بقى ايه نقراه مع بعض. كانت من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، ونقعد نقول جدا جدا من لغايه بكره. هي يقول لك ليه الدنسيتي اوف ووتر ان سوليد ستيت، او ليه الايس كانت لور ذان دنسيتي ان كانت ليكويد ستيت. اوكي تمام، هنقول له بسبب ان when the temperature of water becomes اما temperature بتاعتنا هتبقى كانت less than 4 degree، ايه اللي بيعمله؟ ال water molecules are collected together، بيبداوا يتجمعوا مع بعض by hydrogen bond. اوكي دي اللي رشقنا في كل حاجه. ويعملوا لنا ايه بقى المهمه قوي؟ يعملوا لنا ice crystals، والايس كريستالز دي بتاخد hexagonal shape. اوكي وبعدين الكلام ده هينتج عنه ايه؟ large volume and large number of spaces between them اللي هم ال water molecules. اوكي تمام يا شباب، يبقى القصه اللي احنا قلناها ديت كلها الووتر بتعملها او ما تبقى less than 4 degree تمام، هتبدا اجت الموليكولز بتاعت الووتر كولكتد توجذر باي هيدروجين بوند، وتبدا تفورمينج تعمل لنا ايس كريستالز. ايس كريستالز ديت اللي هي عندها سيجنال شيب، يبقى معنى كده ان بقى عندها لارج فوليوم، ويبقى عندها طبعا لارج نمبر اجت اوف سبيس بين اتش اذر، المسافات ما بينهم زادت. فما المسافات ما بينهم زادت اوتوماتيك الفوليوم بتاعهم زاد، الفوليوم بتاعهم زاد اوتوماتيك تمام الدنسيتي بتاعتنا تقل، فما الدنسيتي بتاعتنا تقل يروح الايس يطلع يجري يعمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس. طيب ده كلام جميل، لو في حد فيكم مش لاقط يقول لي في الكومنتس تمام، نعيدها تاني على الجروب. طيب هتيجي يقول لنا سؤال تاني في الجي ار، ليه الايس بيحصل له فلوت اون ذا ووتر سيرفيس؟ خلاص اوتوماتيك هنقول له بسبب ان الدنسيتي اوف ايس از ليس ذان دنسيتي اوف ووتر. خلي بالك ان السؤال ده غير السؤال ده، ها يعني هنا كان يعني السؤال اللي قبله كان بيكلمنا ان الدنسيتي اوف ووتر في السوليد ستيت اقل من الدنسيتي بتاعت الليكويد ستيت. ليه الدنسيتي اوف ووتر في السوليد ستيت اقل تمام بتاعت من الدنسيتي اوف ووتر ان بتاعت الليكويد ستيت؟ اما هنا بيقول لنا ليه الايس بيحصل له تمام فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس، فبرد عليه بنقول له بسبب الدنسيتي. هنا عايز يقول لنا بسبب ان الدنسيتي، اللي انت فاهم ولا لا يعني ان الدنسيتي اوف ايس از ليس ذان دنسيتي اوف ووتر. اما السؤال اللي قبله كان عايز نوضح له ايه القصه اللي حصلت بتاعه الايس كانت كريستالز وكانت الهكسجنال شيب. طيب بصوا بقى في حته مهمه جدا، بيقول لنا يا شباب في الـ في الـ في الـ في الاماكن القطبيه البولر زون زي القطب الشمالي والقطب الجنوبي، احنا عارفين ان ديت اماكن تمام درجات الحراره فيها قليله جدا، فبالتالي بتبقى اماكن تمام فيها ثلج، حتى البحار اللي فيها تمام او الاوشنز اللي فيها المحيطات اللي فيها بتبقى ثلج كتير جدا. طيب ما دام هي بتبقى ثلج تمام، معنى كده ان البحر ده تمام لو تحول كله لثلج، معنى كده ان كل السمك والحاجات اللي عايشه جوه البحر هتموت، هتتجمد وتموت، صح كده؟ ما احنا تاني لو عندنا اي بحر تمام او اي اوشن اي محيط مع درجات الحراره بتقل قوي في الاماكن القطبيه تمام، لو البحر او المحيط ده هيحصل له اللي هو درجات الحراره بتاعته هتقل قوي لدرجه اللي هو هيتجمد. طيب لو البحر ده كله اتجمد، السمك اللي جوه ده هيعيش ازاي؟ اكيد السمك اللي جوه ده هيموت، صح كده؟ وهنا بقى كانت المعجزه الجميله قوي اللي احنا بنتكلم عليها كنا بنتكلم عليها من شويه تمام، بتاعت قصه الايس، ان الايس تمام اما هيتكون في البحر تمام او في المحيط او في اي حته، اول ما الايس يتكون يروح جاري يعمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس. نفس الكلام ده بيحصل في البحر وفي المحيط بالظبط، اول ما ايس يتكون درجات الحراره عاليه يروح الايس ده طالع يجري يعمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس، ويبقى البحر او المحيط زي ما هو ميه من تحت. انتوا متخيلين؟ يبقى كده البحر كله ما اتجمدش، لا ده الحته اللي بتتجمد بتطلع تقعد على الووتر سيرفيس فوق، كل ما حته تتجمد من تحت تطلع تقعد على الووتر سيرفيس فوق، فبيضل لي البحر بتاعنا في الاخر ماله تمام من فوق ثلج، بس من تحت لا زي ما هو ميه. يبقى بيقول لنا هنا ايه؟ بيقول لنا also water تمام got of oceans that freezes at polar zones
تمام. كانت اكواتيك كريتشرز تمام ار ستيل الايف، اكواتيك كريتشرز اللي هي الكائنات البحريه بتفضل تمام عايشه على الرغم من ان بيحصل في الاماكن القطبيه تمام البحار او المحيطات بتتجمد. فبنقول له ان الايس كريستالز فلوت اون ذا ووتر سيرفيس، بنقول له الكلام ده بسبب ان الايس الايس كريستالز بتاعتنا فلوت اون ذا ووتر سيرفيس اند هيلب تو تمام او هيلب ان ذا بريزرفيشن اوف ذا لايف اوف ذا اكواتيك كريتشرز، بتساعدنا في اللي هي تحافظ على الاكواتيك كريتشرز بتاعتنا الحياه الكائنات البحريه. متخيلين ان القصه ديت يعني سبحان الله يعني معموله بالشكل الخرافي دوت، وان الووتر اما درجات الحراره تقل تعمل حاجه اسمها كريستالز او ايس كريستالز اللي هي اكسجنال شيب، وتبدا اللي هي تطلع تطوف فوق. لو ما كانتش القصه، متخيلين القصه ديت لو ما كانتش موجوده، كان الحاجات اللي موجوده في المحيطات والبحار والاكواتيك كريتشرز ديت كانت هتموت، كل ده كان هيموت. طيب تعال نشوف برضو حاجه مهمه جدا، ودي في اللايف ابلكيشن بتاعنا، الشكل بتاع الازازه المكسوره ديت تمام. تعال احنا تمام واحد مننا كده يبقى ناصح شويه او ما عندوش المعلومه، ويروح جايب جلاس بوتل تمام، ازازه معموله من الجلاس، يروح ماليها ميه، وقاعد في الصيف بقى الدنيا حر وبتاع عايز يشرب ميه ساقعه، راح ماليها ميه وراح حاططها في الفريزر. حلو. لو سابها يعني لو لحظه الوحش سابها والموضوع طول تمام، الازازه ديت هتتكسر، واحتمال اللي هي تفرقع، واحتمال اللي هي تبوظ لنا الفريزر والثلاجه كلها، واحتمال تعمل لنا مشاكل كبيره قوي. ليه بقى؟ تمام، لان احنا خلاص عندنا المعلومه وبقينا عارفين ان الميه تمام اما يحصل لها فريسز الفوليوم بتاعها هيكبر، بقينا فاهمين ان الميه اول ما هتقل درجات الحراره بتاعتها عن ليس ذان 4 هتبدا الموليكيولز بتاعت الووتر تتجمع جنب بعض عن طريق الهيدروجين، ويقولوا يلا نعمل ايس كريستالز، يلا نعمل هيكسجنال شيب، يبدا المسافات ما بينهم تبقى كبيره فالفوليوم بتاعنا يزيد، صح كده؟ فهو ده اللي هيفضل يحصل تمام، ان الميه تفضل يحصل لها الفوليوم بتاعها بيزيد ديت. طيب كل ما الميه تفضل تزيد جوه جلاس بوتل، جوه بوتل من الجلاس تفضل الميه عماله فوليوم يزيد فوليوم يزيد فوليوم يزيد، وطبعا الجلاس دوت ثابت تمام، هيروح ايه عامل ايه؟ هيكسر لي الازاز. وخلي بالكم يا شباب ان المعلومه ديت انتوا بتشوفوها كتير، لما تيجي مثلا تحط شويه ميه تمام بس بقى في بلاستيك بوتل عاديه، وده طبعا لازم احنا بنيجي نحط اي ميه في الفريزر تبقى بلاستيك بوتل، بس لما نيجي نحط شويه ميه في البلاستيك بوتل تمام وندخلها الفريزر تمام، بعد كده ما تيجي تطلعها تلاقي ان الازازه كده ايه تمام اتنفخت تمام. الله، اتنفخت ازاي؟ هو في عفريت ولا ايه؟ هو في عفريت دخل زود شويه ميه، انا كنت حاطط الميه على قد البوتل بالظبط، صح كده؟ ليه بقى اما جيت اطلع البوتل ديت من الفريزر لقيت ان الحجم بتاع الميه اتنفخ؟ هو بسبب نفس القصه دي تمام، ان حصل انكريز للفوليوم تمام. طبعا مع البلاستيك بوتل خلاص الدنيا سهله، يعني حتى لو البلاستيك بوتل ده اتشرخ ولا حاجه ما فيش منها مشكله، لكن مع الجلاس بوتل بتبقى مشكله كبيره جدا، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا ما نحطش ميه في جلاس بوتل في الفريز. طيب اقول لنا هو السؤال بقى، give reason on putting glass bottle completely filled with water، بتبقى وهي مليانه in freezer بيحصل بريكس او اكسبلودد بتنفجر تمام. بيقول لك لازم تبقى كومبليتلي فيلد، يعني حتى لو هتحط جلاس بوتل ما تخليهاش تبقى كومبليتلي فيلد، عشان يبقى في مساحه للميه اللي هي اما الفوليوم بتاعها يزيد يبقى في مساحه هي بتتحرك فيها تمام. بس هي الافضل ان انت ما تحطش طبعا اصلا جلاس بوتل خالص تمام، ولا مليانه ولا مش مليانه، وتريح دماغك. طيب بيقول لنا بيكوز ان الووتر جات فريزز اتس فوليوم انكريز، بسبب ان الووتر لما يحصل لها جات فريزز تمام الفوليوم بتاعها هاي انكريز، واحنا ايه خلاص بقينا شطار جدا في القصه دي تمام. احنا كده خلصنا يا شباب، وطبعا تعالوا كده نبص على اللي احنا قلناه كده سريعا. احنا بنشرح ان ديتيلز تمام، بنعيد ونزيد كتير عشان الناس، احنا الهدف بتاعنا الناس ما بتاخدش برايفت اوكي، لكن هو الموضوع سهل جدا جدا جدا. لو في اي حاجه محتاجه اقول لي برضو. اتكلمنا على ايه هي اهميه الميه تمام في الزراعه وفي الصناعه وفي البيرسونال فيلدز، وان احنا ما نقدرش نعيش من غيرها تمام. اتكلمنا على الاستراكشر اوف ووتر، وعرفنا ان الووتر بتتكون من 1 اكسجين اتوم و2 هيدروجين اتوم، طبعا معلومه قديمه، واللي هي عندها تو سنجل بناكد عليهم كوفالنت بوندز، الانجل بتوين التو كوفالنت بوندز دول هي الفاليو دي. وبعد كده عرفنا ان نتيجه الالكترونيجاتيفيتي العاليه
تمام بتاعه الاكسجين ويز ريسبكت تو تمام او مقارنه بالهيدروجين كونوا لي تمام حاجه اسمها بولر البولر مولكيولز او الووتر مولكيولز كونت لي حاجه اسمها هيدروجين بوند. وعرفنا يعني ايه هيدروجين بوند، ان الهيدروجين بوند ديت عباره عن ويك ويك الكترو ستاتيك اتراكشن فورس بتوين ايه بتوين البولر مولكيولز بتاعتنا. بعد كده عرفنا ان الهيدروجين بوند ديت ويك زين كوفالنت بوند، وعرفنا ان لما يجي يسالني او يقول لي المولكيول بتاع الووتر فيه نوع ايه من البوند هنقول له كوفالنت، لكن لو قال لي ايه نوع البوند بتوين تو بتوين تو ووتر مولكيولز هنقول له هو الهيدروجين بوند مش كوفالنت بوند. وقعدنا نقول الهيدروجين بوند انت ضعيفه انت ضعيفه انت ضعيفه، لغايه ما راحت مديانا تمام قالت لنا لا ده انا المسؤول عن ابنورمال بروبرتيز اوف ووتر تمام. وبدانا نخش في البروبرتيز ديت، عرفنا ان الووتر تمام عندها هاي بويلنج بوينت اند فريزنج بوينت، وده بسبب الهيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين بوند ديت عملت لي خلت الميه عندها هاي بويلنج بوينت اند فريزنج بوينت، وخلت الميه عندها ابنورمال بروبرتيز. عرفنا ان الميه بتبقى موجوده في الثلاثه اكاد ستيتس اكاد السوليد وي اكاد الليكويد وي الجازز، وده اكاد تمام دي كانت الصوره بتاعتهم. عرفنا ايه الحاجات اللي الميه اكاد بتعملها ديسولف، قلنا الموست ايونيك كومباوندز تمام زي التيبل سولت، وعشان كده بيسموا الميه دي اكاد جود بولر سولفنت مذيب قطبي عام اكاد. وقلنا بعض الكوفالنت كومباوندز بتدوب فيها تمام زي الشوجر، بس بشرط اللي هو يكون لي هيدروجين بوند، اما الاويل والفات في الدهون ما بتكونليش هيدروجين بوند فالميه مش هتدوبها تمام. دي كانت البوينت بتاعت ان الووتر جود بولر سولفنت والجي ار اللي بيجي عليها. بعد كده عرفنا الفكره العجيبه جدا اللي بيعملها الايس ديت، اللي هو بيطلع يعمل لي فلوتنج اون ذا ووتر سيرفيس، قلنا بسبب الفوليوم بتاعه كانت بيزيد تمام، وكانت الدنستي بتقل فاوتوماتيك خلاص هيطلع يجري يعمل لي فلوت اون ذا ووتر سيرفيس. وقلنا ان الكلام ده بسبب ان التمبريتشر اما هتزيد كانت التمبريتشر اما هتقل تبقى ليس ذان 4 ديجري الووتر مولكيولز هتبدا تعمل لي ايه كولكتد توجذر عن طريق الهيدروجين بوند، وتبدا تكون لي ايس كريستالز، والايس كريستالز ديت ليها سيجنال شيب، وبالتالي كانت اللارج نمبر سبيسز بتوين ذيم كانت المسافات ما بينهم هتكبر والفوليوم بتاعهم هيكبر. وعرفنا 3 جي ار ديت طبعا ليه الايس تمام بيطلع اون ذا ووتر سيرفيس، عشان الدنسيتي بتاعته بتبقى ليه ازاي دنسيتي اوف ووتر، واكاد ليه في المحيطات تمام اكاد بالرغم ان الايس بتاعي بيتكون بس ما بيحصلش ان الكائنات الموجوده في البحر ما بتموتش بتبقى ستيل الايف، بسبب قلنا ان الايس كريستالز برضه فلوت اون ذا ووتر سيرفيس، وبالتالي بيساعدنا يعمل لنا بريزرفيشن الحفاظ على الاكواتيك كريتشرز الكائنات الحيات البحريه. وعرفنا ان احنا المفروض ما نحطش ازازه من البلاس تكون مليانه اكاد دي الووتر ونحطها في الفريزر، لان اكاد المايه بعد ما يحصل لها فيسز الفوليوم بتاعها هيزيد جدا وهيعمل اكسبلوتد اكاد لي الجلاس اكاد بوتل دي وهتبقى كارثه. اوكي ده كده كل اتكلمنا فيه النهارده في اكاد فيرست بارت اوف ووتر. ان شاء الله تمام اشوفكم على خير في التو بارتس الجايين من الووتر، وزي ما انتم شايفين سهلين جدا جدا. في النهايه كنت معاكم انا دكتور محمود العسيلي قناه ساينسولوجي، اتمنى لو الفيديو عجبكم تقدروا تفيدوا حد من زمايلكم، ده اللي عفار كفاعله طبعا. واشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما تنفعنا وزدنا علما.